سبحان الله. يقول لك ده والمصريين مش يعني يقول لك اصل لا ويناقشوا في الحضاره المصريه، يا نهار ابيض. فعلا تاريخ جه يعني مصر جت وبعد كده التاريخ جه، يعني اعتبر دي اول انفاق على وش الارض. ده اول انفاق في بالوسع ده، دي قريه يا عالم. الناس لو دخلت يعني احنا مدينه 46 فدان، دي مدينه تحت الارض، ده اللي مستكشف بس لسه انت ما كملتش. لو نزلوا استكشفوا فعلا الـ 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 الحاجات دي هيوصلوا لحد فين؟ جميع المناطق الاثريه يعني. اه يعني في فعلا سمعت مقوله جميع المناطق الاثريه وانا جاي. في شارع رد الهرم. الهرم؟ ايوه. يقال بس ما حدش بيسمع الشارع من هنا. شايفين الخفافيش؟ الخفافيش دي الوحيده اللي هي على مستوى الجمهوريه. هناك اهي. واغرب ممكن يكون على مستوى العالم. ممكن يعني ساعة ما عمل استخدام ما عملش زي كده، ساعة ما كانوا بيقولوا عن النخبة ازاي وما عملش ازاي. لا لا لا، شوف المخابة عندنا احنا ايه. واحد مولع النور بره وطفيه. واحد ولا قلنا ده لما تفصل واحدة هكا. لا لمبة هتلاقيها بتفصل واحدة. يا الله على الجمال. لا لا لا. تتيجي؟ الرومانية جاية شغالة هنا بتقعد كل سنة زي 40 يوم. اه. بيدرسوا. طبعا. بيدرسوا الحرب. بس اللي يستكشف واللي يستكشف الدكتور سامي جابر ما عندهمش امر ان هم يستكشفوا حاجات جديده. دكتور سامي جابر ده اللي هو بيطلع على النت صح؟ اللي كان في اللي هو مؤسس اصلا ده المخزن بتاعي. مخزن المان؟ ايوه. حاطين الاسمنت الجديد اهو. ايوه حاطين. لما عمل ايام ايام الثوره حصل علينا هجوم. اه؟ فكسر. ايوه ايام الثوره. ايوه. فكسر الباب الخشب، فاحنا فكرنا الحراسه تبقى مأمنة على باب ما يكسر يكون احنا ايه؟ اه عملنا له ربنا يبارك لكم الثورة. يعني ده فيه شغل جمه كامل. الزلع والتوابيت والعظم المخدود هي حاجه دلوقتي موجودين عندي هنا حوالي 11 واحد بياخد 40 يوم. المهتمين المصريين بأدق التفاصيل. لا 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 خلي بالك يا باشا، لما بيعملوا في الجوانب فيها في كمور نحاس لما تروح تشوفها في المتاحف او في وتوابيت ذهبيه كمان كان هنا كان هنا كان هتلاقي جوه في المدن اللي جوه بعد الشغل بتاع الشغل يا سلام انت عينك